السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير الأول. النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ثلاثة جدا والله ثلاثة، مش واحد من أهم المواضيع اللي كان نفسي أتكلم فيها من زمان، ولكن حان الوقت وأنا لوان مش قادر أسكت. عايزين نسلط الضوء على فئة المغتربين في الخارج. الناس دي محتاجة شوية حنان مننا يا جماعة، يعني عايزين نشوف ما هي المشكلات والعوائق والحواجز والخوازيق اللي بتقابلهم في الغربة، وكيفية التغلب على هذه الخوازيق بشكل شيك. فعايزين نقف جنبهم شوية اخواتنا عايشين بره اللي زي كده، ونشوف هتسأل اي مغترب بره ايه هو شبح الغربة، هيرد عليك بكلمة واحدة، مش هقول لك امي بقى تعبانة ولا مراتي اللي متلقاها بقى لها 3 سنين ما شفتش خليتها ولا عيالي بقى زيش حطه، لا فيش الكلام ده خالص، شبح الغربة يتلخص في كلمة واحدة، هيقول لك الشطاف. والله الشطاف الموضوع حساس بس مش قادر اسكت، الشطاف ده يا جماعة معلم على 3/4 المغتربين في الخارج، كسر عينينا والله، كسر عينينا في الجو اللي بره ده. الدنيا بتبقى صعبة، يعني تبقى امك داعية عليك لو اتزنقت ولا جات لك مخصة كده من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 بالليل ودخلت الحمام، يا لهوي انت رايح للجحيم، انت كده عملت حاجة غلط في حياتك، بتتعاقب، بتتعرف انك انت بتتعاقب. انا بقعد اخد في ملينات ومسكنات ومنومات عشان انام الفترة دي كلها، مش عايز اصحى الظهر، لان الموضوع بيبقى صعب يا جماعة. نار بركان بيضرب في جسمك بجبنك شلل نصفي، مش حاسس، انا ببقى ماشي مش حاسس بجسمي اللي تحت خالص. حاج محمد جارنا شقه في الشقه، انا ببقى عارف ان هو في الحمام من صوته، صريخ صريخ بيوصلني وانا نايم، وبعد ادعيله في سري والله. الحاجه فتحيه مراته بتقعد تطبطب عليه وبتاع وتهون عليه، الموضوع بيبقى صعب. صريخ الجيران بنسمعه من الشطاف، فالشطاف ده معلم علينا كلنا. انا ساعات بقعد اكلمه يا جماعه، في سري ببص له من بعيد كده، ببص طب انت عايز مننا ايه، طب انت ليه بتعمل فينا كده، انت حته حديده معفنه بتعملي فينا كده ليه، طب انت عايز نمشي، هنمشي بس بلاش العذاب ده، بلاش تكلف لحمنا كده. طيب يعني انا ما بقتش مش لاقي حل، اجيب طشت تلج بيسيح، التلج بيسيح لما بخلص، طب اعمل ايه، احط الكمادات بعد ما بخلص، مش هينفع، مش ده مكان الكمادات اصلا، فمش هنعك بقى، فانا بطالب اي مخترع يعني يخترع لنا حل للموضوع ده، لان الموضوع ده بقى صعب يا جماعه، الموضوع ده بقى صعب جدا جدا جدا. انا اخويا بقى اعرف من شكله ان هو كان في الحمام، اول ما بخش البيت بلاقيه قاعد في الركن كده وباصص في الارض، بعرف ان هو لسه طالع من الحمام يا عيني، فيعني مكسور قاعد مكسور الواد، فمش عارفين مش لاقيين حل يا جماعه، وعايزين حل، الموضوع مهم، مش هحس بيا الا اخويا مغترب زي، فيعني يا ريت اي مخترع يشوف لنا حل في المصيبه اللي احنا فيها دي، ارجوكم الموضوع بقى صعب وحساس، صدقوني حساس.